طبعا نجمنا كمان الاوسي، واحد من نجوم الاوسي، يمكن ما شاركش النهارده في المباراه لكن دورك بشكل كبير مع زمايلك في البطوله بشكل عام. النهارده كاس مصر بيدخل دولاب بطولات النادي الاهلي، بتشوف النهارده البطوله دي ازاي وبطوله بتمثلك ايه؟ طبعا الحمد لله على المكسب والحمد لله على بطوله جديده في دولاب النادي الاهلي. طبعا موضوع المشاركه ده يعني حاجه طبعا مش مهمه خالص، دي بتبقى وجهه نظر فنيه، مين اللي يلعب مين اللي ما يلعبش دي حاجه يعني ملهاش اي دعوه باي مستوى، دي حاجه مش بتاعتنا ومش بتاعت اللعيب اصلا. احنا كلنا ايد واحده وكلنا فرقه واحده وكلنا عايزين نكسب، وكلنا بيبقى بيقولوا فرقه النادي الاهلي كسبت والنادي الاهلي كله كسب. قول لي الاول، تقول لي لاحمد على البطوله وعلى الاداء المميز ده، انتوا علاقتكم مميزه مع الكابتن طارق ودي اللي بتنعكس عليكم بشكل كبير جدا يا كابتن احمد. ايوه طبعا، احنا كابتن طارق يعني واحنا والجهاز كله، مش كابتن طارق بس، احنا يعني هم اخواتنا الكبار قبل ما يكونوا مدربين بتوعنا، والحمد لله ده سر ان احنا يعني الحمد لله فرقه ناجحه. احنا الحمد لله لحد دلوقتي في البطوله دي، في السنه دي داخلين بطولتين، ربنا كرمنا وخدنا البطولتين، وان شاء الله السنين الجايه هنقدر نعمل اكتر من كده بكتير كمان ان شاء الله. ثلاث عمالقه الاوسي واحمد جمال ومصطفى الشافعي، حاجه رائعه جدا. الاول مصطفى، يمكن كابتن فريق النادي الاهلي، تقولي للرجاله اللي كان ليهم دور كبير جدا الفتره اللي فاتت، النهارده كان اصرار كبير لاخر ثانيه، حابب تقول يا كابتن مصطفى النهارده؟ والله هو ما فيش حاجه جديده عليهم الصراحه، يعني انا الحمد لله احنا بقى لنا كذا سنه الحمد لله كل سنه بيبقى فيه بطوله بسبب الاصرار بتاع الشباب اللي طالع بتاع النادي الاهلي، ودول ولاد النادي برضو. احنا الحمد لله الفرقه اغلبيتها ولاد النادي، وانا الحمد لله ده مش جديد عليهم، يعني احنا مواقف كتير قوي اتحطينا فيها صعبه جدا، والحمد لله هم بيطلعوا رجاله وعلى قد المسؤوليه، فانا كنت متوقع ده منهم الحمد لله. يعني قول لي الكابتن طارق، رسالتك ليه ايه للجهاز اللي كان ليه اصرار كبير وتركيز كبير، اتهاجمته كبيره كتير جدا الفتره اللي فاتت يا كابتن مصطفى، لكن كان عندكم تركيز كبير في الملعب فقط لا غير؟ بص احنا الحمد لله طبعا احنا عارفين جماهير النادي الاهلي متعوده على المكسب، واحنا متقبلين النقد والحمد لله، واحنا الرد الحمد لله بيبقى في الملعب. يعني احنا السنه دي لعبنا دوري مرتبط، كسبنا دوري مرتبط، ولعبنا الكاس وكسبنا الكاس، احنا ان شاء الله باذن الله في لسه عندنا دوري. حظوظنا قليله شويه في الدوري، بس احنا برضو هنلعب لغايه اخر لحظه في الدوري، ممكن ربنا يكرمنا النتائج الاخرى ممكن تساعدنا فيها، بس ان شاء الله باذن الله احنا هنلعب لغايه اخر نفس باذن الله. الله يبارك. كابتن احمد، الموسم لسه ما انتهاش، تقولي الفتره اللي جايه وتركيزكم عامل ازاي وتمنياتكم ايه الفتره اللي جايه؟ احنا الفتره الجايه ان شاء الله هنركز جدا في الدوري مهما حصل. النتائج مش في صالحنا، بس ان شاء الله ما حدش عارف ايه اللي ممكن يحصل، احنا هنلعب لاخر ثانيه وهنعمل كل اللي علينا ان شاء الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله. تمنياتك يا اوسي الفتره اللي جايه، لسه منتظرين منكم كتير جدا، حابب تقولي الفتره الجايه؟ طبعا احنا الاسبوع الجاي ده خلاص يعني هنصحى بكره ننسى الكاس، نركز في الدوري، عندنا 8 ماتشات مفيش فيهم هزار. ممكن زي ما كابتن مصطفى قال واحمد جمال قال ان خسرانين 3 ماتشات، بس انت عادي جدا تكسب سبورتنج رايح جاي، سبورتنج يخسر فرقه ثانيه، خلاص انت بتلعب على فاينل الدوري، وخلاص الحمد لله ربنا يكرمنا. ربنا